ضيف فريد في رمضان على قناة أنفاس بريس هو مدير مهرجانات ومدير كاستينغ وممثل السي محمد الرداني. مرحبا بك على أنفاس بريس ورمضان كريم. أولا الله يبارك فيك وشكرا للأنفاس اللي ديما متابعنا وشكرا للجمهور اللي كيتبعنا وتيشارك معنا ورمضان كريم على الجميع. السي الرداني كتعرف الطرائف الرمضانية كتختلف، شي طريفة وقعت للسي الرداني وبقات راسخة في الأذهان ديالك في رمضان؟ ودي شكون وقعت لي في رمضان راه هذي خلتني بلا سحور. المرة جيت تنطيب راسي درت طويجين وداكشي، يلا حطيت طويجين درت العصير، عرفنا في الطويجين اللي كنا ندير جيت ندير الملح درت السكر والله العظيم بغيت تحليه والعصير اللي غادي ندير فيه رحت فيه الملحه ملحتو حتى وليت لا سحور لا حتى حاجه، بقيت صايم حتى الصباح. هادشي درتيه مورا الفطور؟ هادشي مورا الفطور، اجي في السحور وين نتسحر زعما ديك القلبه ديال النهار بقات فيك؟ بقات فيا القلبه حتى الليل انا عارف جاتني. وهاد رمضان هذا ما جاتكش هاد القلبه ديال داك رمضان؟ لا هاد رمضان تمشي للريستورون نفطر وتجي معايا السحور ديالي وتنتهنى صافي. ما بقيتيش دير طاجين هاد الخطره كون درتي فيه اتاي واقيلا كنت قلب قولي تواقي وتحرق والله ما تشيتي ندير صح. الجديد ديال السي محمد الرداني في هاد رمضان الفني على صعيد السينما ولا التلفازه؟ بالنسبه للتلفازه عندي سلسله مع حميد زيان الفنان الجميل المخرج، مع ذلك عده فنانه كبار بحال انت ربيع القاطي بحال كنا تأزين بعوبيت تحية لي مناد من البر تماما. الشياطين لا تتو لصور الشياطين لا تتو اللي صورناه في ترودانت مع السي إبراهيم وصورته في رمضان. لا قبل رمضان قبل رمضان وغيدوز في رمضان. راه بدا الحلقة الأولى الخميس. إذا الشيطان راه رابطين ودابا راه تاب شادينو يا السي إبراهيم اللي في الإنتاج إبراهيم دامول الشكر ليه توا كذلك ولحميد زيان وكاع الطاقم كله. وعندي هذه اللي عندي صايف رمضان وعندي واحد دربات الافلام لوميتراج افلام طويله صورت واحد مع محمد الكرات اللي تا هو راه في المونتاج راه سالم منه وصورت مع واحد مع منصف مالزي اللي هو الفيلم هو الطاكسي بيت الثاني الجزء الثاني يقول القافله الثانيه مع ممثلين مثل الشوبي الخياري الرقاقنا فتيحه وتيلي ممثلين كبار ومخرج جميل اللي زعما دار اكثر من جهده باش ينجح الفيلم. كان يخدم معنا ليل ونهار والتعب ديالو الله يسمح لنا منه تعب معنا بزاف الله يحفظه ويجيه. وواحد اخر هادو هاد اللي قلت لك ممثل ومدير كاستينغ كذلك واحد اخر مع سميتو مع دريس الرخ كمدير كاستينغ وكممثل كمدير كاستينغ وعندنا واحد اخر على التالي يلا صورناه مع الفنانة تيسكيت اللي كنت انا والجوج ديالها في الفيلم اللي مع الاستاذ حميد زيان كذلك وابراهيم اللي كانوا عندي في هذا رمضان اللي صورنا. ومن بعد ان شاء الله مورا رمضان عندي التزامات ولي كونطرا ديال واحد ثلاثه لونوميتراج اللي غيكونوا جداد. وعندي مهرجانات باش تعرفني انا تندير مدير مهرجان عندي تنهيئ المهرجانات انا مدير ديال 12 مهرجان عندي في المغرب وخارج المغرب ودابا تنهيئ المهرجانات مورا رمضان غيبداو من شهر 4 وما غادي ان شاء الله. كتشوف هذه البرامج التلفزيونيه في رمضان كي جاتك خويا؟ التلفزه يما انا والميدان وكفنان وكمدير كاستينغ خصني نشوف كلشي عاد باش نحكم اكثر ياش ندير اللي ما شفتوش تنسجلو عندي ملي تيفوت رمضان تنريح ونبقى نشوف عاد نحكم. فهمتي دابا تيفوت رمضان عاد باش تقول لنا الراي ديالك؟ تمام دابا انا شفت لكن انا غادي دابا مع سيدنا الحديد وجوجو هادوك تنشوفهم دابا تنسجلهم عندي عاد العشيه الليله تنشوفهم. كيبانوا لك زوينين؟ وشوف راه الافلام كلهم لابد يكون غلط شي واحد لابد هذه مع الزربه لابد يكون شي فيلم اللي فيه مثلا الاغلاط ديال تنقولوا في اي حاجه. فهمتي هذا الشيء اللي كاين اي فيلم راه كاين فيه ماشي في المغرب المغرب وخارج المغرب. كلمه للجمهور ديال انفاس. كلمه للجمهور تنشكرهم على المتابعه لهذا البرنامج الشيق ديال انفاس والمتابعين ديالنا حتى تنشكرهم واللي تخدموا معنا وتخدموا معاهم شكرا لكم ومباركه وشكم تحياتي ونحن كذلك شرفتيني على انفاس.